انا مين؟ مين مين؟ انا عارفه الصوت ده. لا غلط. يا سلام. يا صباح الفل. صباح. يا صباح الجمال. اتفضلي يا حياتي. يا خبر يا شريف. طب انت عبد نفسك، مش كنت تنده عليا؟ يا حبيبتي انت هنا ملكه وانا في خدمتك. يا حبيبي ربنا يخليك لي. انا مش مصدقه بهذا العذاب اللي شفته الفتره اللي فاتت. انت قدرت تخليني اسعد واحده على وش الارض. طول ما انا جنبك مش هيبقى عندي اي اهتمام في الدنيا غير بيكي وبس. طب وشغلك؟ مالكيش دعوه بشغلي بقى، انا مبسوط كده. لا مش يمكن تزهق مني. ازهق منك انت؟ اتجننتي؟ في حد يقول كده؟ مش ممكن طبعا. خلي بالك انا ممكن اخد على الدلع ده. تعودي، اعملي كل اللي انت عايزاه براحتك، ربنا يقدرني واقدر اساعدك. ايه ده ايه ده، انت هتعملي ايه؟ مش بقولك انا في خدمتك. طيب يبقى حط رجل على رجل. حطي رجل على رجل، اعملي كل اللي انت عايزاه براحتك طبعا. اتفضلي. طبعا انا عارف السكر بتاعك حطيته لك. اوبا. قول لعصمت بيه متشكرين ونجمله في الافراح. مع السلامه يا اسطى. علبة ايدي يا ابوي. عصمت بيه سياده النايب بعتها لك هديه انت وعروستك. والله فيه الخير. ربنا يكرمه ويديم المعروف بناتكم يا حاج. عصمت بيه ما يفوتوش الواجب ابدا. طول ما الوقت بيعدي والواحد بيتاكد انه صديق مخلص فعلا. بتوكل عروستك يا ولدي. انا اللي هوكلها برضك ياما. ما تاكلي، مد يدك، ما تجيبيش لروحك الكلام. امسك ايدي. كل صار المبلغ ده فلوس ايدي يا حلو. ده مبلغ بسيط عايزك تديه لوالدتك كده بس، بينك وبينها عشان ما تحسش بحرج. بس ده كتير قوي يا حلمي، مش كفايه عليك انك شايل هم اهلك، هتشيل هم اهلي انا كمان. بلاش عبط. امال يا صاحبي، اهلك هم اهلي، وبعدين هم ياما شالونا، يبقى لما ربنا يفتح علينا ينساهم. ربنا يخليك ليا يا حلمي يا رب، وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليك ليا يا ام احمد. بقول لك ايه؟ طالما احنا رايحين بدري كده نروح بالعربيه. لا 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 بلاش العربيه يا حلمي. ليه ده انا ظبطتها. لا لا انا حامل يا حلمي، انا حامل. ما عشان حامل اروح بالعربيه. لا 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 خلينا المره دي ناخد حاجه لا نروح بالعربيه، نروح بالعربيه. طب طب هو مين اللي هيسوق؟ انت يا ساره. لا يا حلمي انا ما اعرفش اسوق. ليه؟ انا حامل يا حلمي. ما عشان حامل هتسوقي. طب يب. طب ما بس على طول. طب هي بتتفتح ازاي؟ هي مفتوحه على طول، سيبها كده. يلا. طب يلا يلا اركب يا حلمي اركب. يلا سوقي بس. ها جاهزة؟ جاهزة. يلا. ايه على طول. اتفضلي يا حياة قلبي. ميرسي. العصير ده عشانك؟ ميرسي. والشاي ده عشاني انا. شريف انا مش عارفة اقول لك ايه، انت بتتعب معايا قوي، مش كفاية شغلك مع العيانين؟ حبيبتي انت عندي اهم من اي حاجة في الدنيا، وبعدين تعبك راح. وريني بقى شوف، مع اني ما بفهمش حاجه في الهندسه خالص، بس اللي انا اعرفه ان ميعاد المناقشه قرب. ها هايل. بتتكلم بجد؟ لو استمريتي على المستوى ده قريب قوي هقول لك يا دكتوره. اه يسمع من بقك ربنا. ميرسي يا حبيبي. شكر على ايه بس؟ ولا ميرسي على ايه بس؟ على كل حاجه، على كل حاجه جميله انت بتعملها، تشجيعك وحبك وصبرك عليا. إذا كان فينا حد لازم يشكر التاني يبقى أنا اللي لازم أشكرك على السعادة والحب اللي أنا شايفهم معاكي. أنا مش هعطلك بقى، كملي وأنا هروح أشرب الشاي ده وأنا بتفرج على التلفزيون. ها؟ أوكي. متأخريش عليا. والله يا حاج كويس قوي اللي أنت عديت عليا النهارده قبل ما ترجع البلد. أمال فين أحمد؟ أحمد مصدق نزل مصر. راح لزميل ليه من أيام الجامعة. نورتني. مصر كلها منوره بك يا عصمت بيه. الله يخليك. لو سمحت بس ارد على التليفون. الو. ايوه ايوه انا عصمت الشهاوي. ايه بتقول؟ ايه الله يخليك، الله يبارك فيك، ما شاء الله، شكر قوي قوي، شكر. مع السلامة. يا سلام يا سلام. ايه الحكاية؟ ما تفرحنا معاك يا عصمت بيه.
والله كانوا بيبلغوني ان انا في التشكيل الوزاري الجديد. لا معقولة؟ يعني انا دلوقتي قاعد مع معالي الوزير؟ يا الف نار ابيض يا عصمت بيه. الله يبارك فيك، وبالمناسبة دي بقى هتتغدى معايا انت واحمد. لا انا يشرفنا نتغدى وياك، بس احمد اكيد صاحبه هيمسك فيه. خلاص احمد معزوم في مناسبة تانية ان شاء الله. ايه يا عصمت؟ انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ معلش حبيبتي، اصلي مش جاي لي نوم، قلت اتمشى شويه. انت في حاجه شغلاك ولا بعاد نوها بنتك عنك هو اللي قلقك؟ بعاد نوها قلقني طبعا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في كلام بيتقال ان انا مرشح لمنصب في الوزاره الجديده. مبروك يا عصمت، يبقى هو ده اللي قلقك؟ لا ابدا، انا ما يهمنيش المنصب ده، انا ناوي حتى اعتذر عنه. انا كل اللي يهمني دايرتي واهل دايرتي. بص يا عصمت، انا ما اقدرش اقول لك تقبل او ترفض، لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان من خلال منصب زي ده هتقدر تساعد الناس اكتر. وعموما يا حبيبي انت تفكر وتفكر كويس، ما تتسرعش، واللي فيه الخير هيقدمه لك ربنا. انا متاكده انك هتختار الاصلح. بعدين ايه ده، الوقت اتاخر، يلا بقى عشان ننام. عندك حق يا حبيبتي، اسمعيني انت. ما تتاخرش. مش هتاخر. شوف يا احمد، طول فترة غيابك عنينا الغريب ربنا يبارك فيه كان شايل معاي الحمل كله. ده اقل واجب يا خال، وجيه الوقت اللي تشيل وياه الحمل. انا خابر انه ما بقاش من مقامك دلوك بعد ما بقيت باش مهندس. لا يا ابوي ما تقولش كده، لازم تعرف اني تحت امرك وطوع يمينك، وكل اللي هتأمرني بيه هنفذه من غير حديد واصل. ربنا يبارك لي فيكم يا اولادي. ويبارك فيك يا حاج. الغريب هيعرفك اصول الشغل، كل صغيرة وكبيرة، لحد ما تقدر تمشي الشغل لحالك، وبعدين تقسم المسؤولية بيناتكم زي ما تتفقوا. اي حاجة هنعملوها بحسك دايما معانا يا خال الحاج. ولادك كيفهم يا غريب دلوقتي؟ بخير يا خال الحاج. عودهم ياجوا الدار ويتعرفوا باهلهم. امرك يا خال. عقبال ما نفرح بعوضك يا ولدي. في حياتك يا حاج. نور يا ماما. البيت منور بمراتك يا حبيبي. اقوم اعمل لك شاي؟ ما انت عارف انا ما بشربش شاي. طب اعمل لك قهوه. ضغطي عالي. طب اعمل لك ايه؟ طيب اعمل لك عصير. عصير؟ اعمل لك عصير. ليه؟ لو انت اللي هتدخل المطبخ، امال مراتك هنا بتعمل ايه؟ وبعدين هي فين؟ ما جاتش تسلم عليا ليه؟ لا ما هي نازله على طول، هي بس بتغير هدومها وهتنزل على طول حالا، هتكون موجوده. يا اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ نورتينا. لا معلش يا حبيبتي، اصل عندي برد. طب اعمل لحضرتك برتقان ليمون؟ شكرا. ما انا لسه كنت هقوم حالا اعمل لها العصير اللي هي بتحبه. ومراتك ما تقومش ليه؟ ولا انت يا حبيبتي مش متعوده تقفي في المطبخ؟ والله طنطو، من ناحيه ان انا مش متعوده فانا فعلا مش متعوده. عند بابي كنت متدلعه ما بعملش حاجه خالص، انا ما كنتش حتى اشيل فازه من مكانها، لكن ده ما يمنعش ان انا شطوره وبعرف اعمل كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه. طب انا هقوم اعمل عصير اللي ماما بتحبه اللي انا قلت لك عليه. طب خدني معاك. يلا. انا اذنك. يلا. ليه ربنا؟
ايه يا حبيبتي مالك؟ مال وشك قلب كده ليه فجأة؟ انت مش شايف مامتك بتعاملني ازاي؟ انا عارفة انها ما كانتش موافقة على جوازنا، بس مش معقولة كل مرة تشوفني فيها تتعامل معايا كده. وليه الافكار السودة دي طيب؟ امال تفاصل هي بتعمله معايا بايه؟ يا حبيبتي دي ماما، ماما قلبها طيب جدا، بس انت اللي لسه ما اتعودتيش عليها. وبعدين هي اسلوبها كده حتى معايا والله. وبعدين انا ما اتعودتش بقى اشوفك مبوزة كده. عشان خاطري وحياتي. فكيها بقى. خلاص. حلفت بالغالي يا حبيبتي. جميل يا اختي، يلا نعمل الليمون، هتمسك زمره رقبتنا. حاضر يا ماما، جاي حالا اهو جاي. ياما عوجت عليكي عقبال ما نيمت محروز ولد جابر. ولدت ولا لسه؟ ولدت يا بنتي، وجابت بنت زينه زي القمر زي القمر. صح، وين جابر؟ جابر في مصر بقاله يومين. لسه ما عوجتش؟ قفلي عصيره به، قال لي مرته شايطه وما نقصاش. هخش اطمن عليها. خش يا بنتي. مبروك مبروك يا ام جابر، يبارك فيكي يا ام ابراهيم. امسكي، مش خساره فيكي. من يد ما نعدمهاش، خليكي يا ام جابر. ويخليكي. معيش شاي انا، انا قلت لك عايز شاي. احمد يا اخوي، انا كنت رايده. رايده ايه دلوك؟ عايزه يا فاطمه. مالك زمجانك ده؟ ما زمجانش ولا حاجة. غور يا فاطمة، همليني في حالي دلوقتي. اوعي. مالك يا اخويا ده؟ الحمد لله على السلامة يا اخويا. اتوحشتك قوي يا احمد. ايه اتوحشتك قوي دي؟ أنا كنت مسافر ولا إيه؟ لا، بس طول النهار برا الدار فتوحشتك. طيب دقايق ونجهز لك الوكل. لا، ماليش نفس. مالك يا أحمد؟ زمجان ومعكر ليه؟ اللي حصل؟ ما حصلش شيء. روحي لحالك وهمليني لحالي دلوك. كده يا أحمد؟ أني خابرة. خابرة مالك؟ وخابرة إيه بقى يا أختي؟ خابرة إنك ما كنتش رايدني وخدتني غصب عنك. يا بختك بعقلك يا تهاني. الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور. مع ان المفروض انت اللي تباركي لي، لان انا اسعد واحد في الدنيا بالنجاح ده. صراحه بقى في دي عندك حق، انت صاحب الفضل في كل اللي انا فيه. مش عارفه اشكرك ازاي يا شريف. تقوليش كده يا حبيبتي، نجاحك ده هو نجاحي انا. نهله، انا عايز اسالك سؤال بس متردد. انت النهارده من حقك تسال اي سؤال في الدنيا. وهتجاوبيني بصراحه؟ شريف، انت عارف ان انا على طول صريحه معاك، وبعدين تقريبا انت عارف عني كل حاجه حتى قبل ما نتجوز. نهله، انت
عشتي تجربة جواز قبل كده وما نجحتش، عشان كده أنا حريص قوي إن حياتي أنا وإنتي تستمر على طول وتنجح. عشان كده عايزك تبقي صريحة معايا أرجوكي. أنا صريحة فوق ما أنت ممكن تتخيل، وحريصة إن جوازتنا تنجح، بس أنا لغاية دلوقتي برضو مش فاهم إيه هو السؤال. بس اللي أنا أعرفه واللي إنتي قلتيلي عليه إنك حاولت كتير عشان حياتك الأولانية دي تستمر وتنجح، بالرغم إن أحمد كان إنسان كويس مش وحش. عشان كده أنا عايزك تصرحيني بكل حاجة عشان لو حصلت حاجة نلحق نعالجها قبل ما تتكسر. اسمع يا شريف، أنا وأحمد لما جينا ارتبطنا ببعض كنا في الجامعة، مش معنى كده إن احنا كنا عيال وطايشين، بس تقدر تقول إن احنا ما كناش فاهمين الحياة كويس، مستعجلين، عندنا أحلام وطموحات عايزين نحققها بسرعة. أنا أكيد مش سعيدة إن أنا فشلت، بس فشلي ده علمني حاجات كتير قوي، إن أنا ما استعجلش. أنت لما فتحتني في الجواز أنا وافقت، وافقت لأني كان عندي حالة من النضوج وحب، كان عندي إحساس من ناحيتك، وأعتقد ده كافي إنه ممكن ينجح أي علاقة زوجية. أنا بقى اللي عايز أسألك سؤال، وسؤال مهم قوي، ممكن تجاوبني عليه؟ لا طبعا. وبمنتهى الصراحة؟ بمنتهى الصراحة. طب احنا مضيينها عصير لغاية دلوقتي، فين العشاء؟ يا شيخة حرام عليك وقعت قلبي. لا طبعا. تحبي تاكلي ايه؟ صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا غريب. واه، اللي خرجك من درك بدري كده؟ ايه الحاج تعارك مع مرتك ولا ايه؟ مالك يا اخوي في كير؟ هو ده اللي مزعلك كده؟ يعني كانت هتعيش بطولها من غير راجل؟ ليه الحزن ده كله؟ امال انت كنت فاكر ايه؟ هتقعد تستناك لحد ما ترجع لها؟ هي الدنيا كده، انت اتجوزت وهي اتجوزت وكل واحد فيكم راح لحاله. انت فاكر ايه يا احمد؟ الدنيا ما تستناش حد ولا ايه؟ عندك حق، بس عمري ما كنت اتصور انها ممكن تتجوز راجل تاني وبالسرعه دي. لا، ومين الدكتور اللي كان بيعالجها؟ ما تزعلش مني يا اخوي، مش مهم هي اتجوزت مين، المهم انها اتجوزت وخلاص، وده ينهي المساله من اساسه. طب قوم يا غريب يا اخويا، اشوف شغلك انت، قوم وفوتني لحالي دلوقتي. ما تاخذنيش يا اخوي، ما تاخدش على خاطرك مني، انا حفوتك دلوقتي، بس في حاجة عايزها منك، عايزك تفكر في الموضوع زين، هتلاقي ان كلامي صح. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا بنت زمضانك دي، وجوزك كمان متغير اليومين دول، تبقى زعلاه في حاجه ولا ايه؟ انا يا عمتي زعلانه؟ كان اتمنى لها الرضا يرضى. مال مالكم طيب؟ حالكم ما يسرش ليه؟ ما خبراش زمجان الحاله، كل مساله مالك يهب فيا وما يطقليش كلمه. وانا والله يا عمتي لولا اني بحبه او عامله لكم خاطر ما استحملش العيشه دي واصل. بس يا بنت يا خايبه، بلاش الكلام الماسخ ده، الست العجلة تستحمل جوزها وتفضل جنبه. سامحيني يا عمتي، أنا بقولك ده من زهقي. معلش يا بنتي ما تزعليش، أنا هكلم أبوه يقعد معاه ويشوفه ويعرف إيه اللي مزعله، بس أنتي خليكي عجلة. حاضر يا عمتي. خد يا بنيتي ودي الاكل ده جوه. حاضر. تنزل مصر؟ تنزل مصر تعمل ايه يا ولدي؟ هعمل ايه يعني يا ابوي؟ اشتغل، انا كمان ما دخلتش الجامعه وتخرجت من الهندسه،
عشان اقعد هنا وانسى كل اللي اتعلمته. تشرى لك ايه يا احمد؟ تنزل مصر وتسيبني يا ابني وانا محتاج لك؟ ايه اللي جرى لك بس؟ ليه عايز تحملني الهم انا وامك ومرتك؟ ليه يا ولدي؟ اطلع ارتاح في فرشتك والصباح رباح. ما تهدم مال يا خال. ما قادرش يا ولدي، مش قادر يا غريب، مش قادر. طول المدة دي حاسس اني شايل حمل تقيل قوي على صدري وعايزه ينزاح. من ناحية تانية حاسس ان احمد هيضيع منينا، كل تفكيره دلوك يفارقنا ويشتغل مهندس ويعيش في مصر. والحل يا خال؟ قال انه لازم يعرف ان ولده نه عايش نه، يمكن يغير اللي بيفكر فيه. طيب نأجله الموضوع كم يوم لحد ما نعرف هنقوله كيف. لا، ما عادش فيه تأجيل. قلت لك مش قادر، مش قادر يا غريب اتحمل اكتر من كده. ايوه يا خال، بس احمد كده ممكن يخسرني طول العمر. غلطة ولازم ندفع ثمنها احنا التنين. طب وانت ذنبك ايه؟ ذنبي اني سكت. كانش ممكن اقدر اضحي بيك وتدخل السجن. انا عارف ان كان قصدك خير ليه، ربنا عالم وقادر يسامحك ويسامحني. ربنا قادر يسامحك ويسامحني يا ولدي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا انت الغفور الرحيم، اغفر لنا فأنت الغفور الرحيم. ما توحد الله يا حاج. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مالك يا ابوي؟ داريت الناس كلها زيك يا حاج. ده أنا عمري ما شفتك ولا سمعت عنك حتى أنك عملت حاجة غلط. كلنا بنغلط يا ولدي. ايوه بس الحاج عبد الجليل يغلط جديده دي. عبد الجليل بشر يا احمد. ما قلناش حاجه، وكل ابن ادم خطاء. بس برضك يا ابوي شوف انت عامل ايه طول عمرك للناس. شوف انت فاتح كام بيت وبتصرف على كام عيله. انا اظن يا ابوي ان حتى مهما عملت ربنا هيسامحك. انا عايزك انت اللي تسامحني يا احمد. أنا يا أبوي؟ أنا غلطت غلطة كبيرة جوا في حقك، لكن كان غصب عني. غلطة كبيرة معلش يا أبوي. أنا مش فاهم حاجة. ما تتكلم يا أبوي. ولدك يا أحمد. ولدي؟ اللي أنت فاكر إنه مات لسه عايش. ولدي من أهلة لسه عايش. عايش كيف يا ابوي؟ اتكلم يا حاج. اقول لك الغريب اتفق مع ممرضة في المستشفى تخطفه تبدله بطفل تاني مات وجابه لحد هنا حطه قدامي. تخطفه وتبدله. واي 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 واي
انا ما قادرش نصدق الكلام اللي انا سامعه ده. صدق يا ولدي صدق. في الاول رفضت، كنت هضربه، لكن انا جيته في حضني شعوري غلبني يا ولدي، ضعفت وفقت انه يعيش بينا. لو كنت اجبرت الغريب يرجعه هيروح في داهيه. ده ولدي يا احمد، ولدي، وكان قصده خير. خير؟ كان قصده خير؟ يحرق قلبي ويحرق قلب امي على ولدها وتقول لي قصده خير، يدمر حياتي كلها ويخليني اطلق مراتي اللي كنت بحبها، وتقول لي قصده خير. خير كيف يا ابوي؟ خير كيف؟ والمسكينه اتجنت لما عرفت ان ولدها مات. خير كيف؟ وفي دقيقه واحده موت الحلم اللي فضلت احلم بيه سنين، ان كل ولد من نهله يحل مشاكلنا ويهدي سرنا يخلينا نعيش زي بقية الخلق. كان قصده خير برضك يا ابوي، بس انا مش هلوم الغريب يا ابوي، لان الغريب كان له كبير، وانت من حقك ضميرك يوجعك لانك غلطت يا كبير، وغلطت غلطة كبيرة قوي. عندك حق يا ولدي، عندك حق في كل اللي قلته، بس مش الحاج عبد الجليل. لا يا ابوي، مش الحاج عبد الجليل اللي انا عارفه زين واللي كل الدنيا تعرفه زين، هو اللي يغلط غلطة كبيرة زي دي. بس خلاص يا حاج، حياتي عندك ما تزعل نفسك. خلاص يا ابوي خلاص، اللي حصل حصل. الايام تصير هداوي الجرح يا ولدي. الايام ده جرح يا ابويا، ما تقدر تلمه الايام ولا الليالي ولا حاجه. ترى المسكينه عامله ايه دلوقتي؟ كمان يا أما كنت عارفة؟ يعني كلكم كنتوا عارفين. الله يسامحك يا أما، الله يسامحكم كلكم، الله يسامحكم كلكم، الله يسامحكم كلكم. عملت ليه كده يا غريب؟ انت عرفت انا عملت كده عشانك وعشان خالي وعشاننا كلنا. كذاب!
ما تقولش عشاننا كلنا. انت عملت كده عشان نفسك وعشان خالك وبس، لانك عملت حساب كل حاجه الا انا، وعملت حساب كل حد الا امه. احب على يدك كفايه يا احمد، انا ما دقتش النوم ليلتها، بحسب حساب الساعه اللي هترجع فيها وخايف. لو كنت حسبت حساب الساعه دي صح، كانش قلبك طوعك تعمل اللي انت عملته يا غريب. لو تعرف الكام يوم اللي عدوا علي انا وامه بعد ما قالوا لنا ان الويل مات، كنتش عملت كده واصل. سامحني يا احمد. نفسي يا غريب يا اخويا. لكن مش بيدي. لكن اديك عوض من تاني، وهو دي كان قصدي من الحكايه. الحكايه الحكايه ما خلصت خلاص، وانتوا اللي خلصتوها. بس الحمد لله ولدك بخير، ودي اهم حاجه. ولدي مين؟ سيف يا احمد. معرفوش. ليه بتقول كده؟ عشان ولدي يا غريب هو اللي يتربى في حضني وفي حضن امه. ما هو رجع لك، خده في حضنك. طب وحضن امه؟ ليه هربنا؟ وبعدين الايام بتنسي الواحد كل حاجه. طب ولما يكبر؟ لما يكبر ويسالني امي وين يا ابوي؟ اقول له ايه؟ اقول له ماتت يا كمان؟ ساعتها يحلها ألف حلال، أكيد يعني حنلاقولها حل. أيوه، تلاقي لها حل زي ما لقيت لها المرة اللي فاتت. أنا حنروح نجيب الولد. اقعد! ما تجيبش حد، أنا مش عايزه، مش عايز أشوفه. ده شكلك الخالق الناطق. آه يا ولدي، ماشي في نفس الطريق اللي أنا مشيته قبليه، بس يا عين أمه هو ابتدى بدري قوي. يا أحمد كفاية، حرام عليك، كلامك سكاكين بتقطع في قلبي. أهون برضك من اللي جواي أنا. بس أقول إيه يا غريب؟ ما خلاص اللي حصل حصل. تعال يا احمد، تعال ارتاح. يا ريت كنت اقدر. سامحني يا ود خالي. نسيت ان لك ام؟ ليه بس بتقولي كده يا ماما؟ تلاقي الهاني منستك امك. يا ماما ما تقوليش الكلام ده، نهلة انسانه كويسه جدا وبتحبك قوي، وعمرها ما فكرت زي ما انت بتفكري كده. تقصد ايه؟ يعني انا الشريره الوحشه؟ انا ما قلتش كده. بعدين انا مش عايزك تزعلي، انا جاي النهارده اقول لك خبر هيفرحك قوي. ما بقاش في حاجه تفرح. ليه بس كده؟ حتى لو قلت لك ان نهلة حامل. حامل؟ هو ده الخبر اللي يفرح؟ ده كده ملكتك العمر كله. ماشي يا ماما، عموما انا متشكر جدا، انا ماشي. رايح فين يا شريف؟ اقعد معايا شوية، انا مش هقول حاجة تزعل. اقعد شوية. ماشي يا ست الكل، عايزك تفرحي بقى. قلقتني عليك. تقلقيش روحك يا تهاني،
أنا كان عندي حاجات متأجلة كان لازم أخلصها. أبويا وأمي وين؟ ما خبراش، أنا قاعدة فوق من بعد العشاء. تعشيت يا أخويا؟ ما فيش نفس. مالك يا أحمد؟ مالكوا كلكم شايلين الهم ليه؟ ما فيش يا تهاني، ما فيش. بعدين هتعرف كل حاجة. ده مين اللي هيخبط ديلك؟ ما خبراش. اسمعي، لو حد عايزني قولي له اني ما رجعتش، او قولي له نايم. حاضر يا اخوي. السلام عليكم. مساء الخير يا غريب. احمد موجود؟ احمد أنا خابر إنك زعلان مني، وليك حق، وجاي مخصوص عشان أقولك تسامحني. أنا كان قصدي كل خير. أنا عملت كده يا أحمد عشان خايف عليك، عشان عايزك ترجع لأبوك ولأمك ولأخوك الغريب. يمكن أكون اتصرفت غلط، لكن والله غصب عني، ما كانش فيه في قلبي غير كل خير ناحيتك. على كل حال الولد ها، بس في حاجة يا أحمد، عايزك تحط نفسك مكاني، وعايزك تحكم عقلك وقلبك. يمكن أكون اتصرفت صح، لكن لو حسيت إني غلط فرحان أعرف البيت. السلام عليكم. اسمك يا اسمك ايه؟ اسمك سيف؟ ابوك اسمه ايه؟ ابوك اسمه ايه؟ اسمه الغريب ولا اسمه احمد عبد الجليل؟ قول لي خد خد يا هات، خد قول لي يا هات، ابوك اسمه ايه؟ اسمه الغريب ولا اسمه احمد عبد الجليل؟ ها، ابوك اسمه احمد عبد الجليل، فاهم يا سيف؟ احمد عبد الجليل يا ابوك، احمد عبد الجليل، احمد عبد الجليل.